ساقطة. نتمنى من السيد محافظ البصرة بعد إعداد كافة الكشوفات من قبل الدوائر ذات العلاقة بإقرار هذا المشروع وإحالته إلى شركة رصينة من شأنها أن تبدد هذه المعاناة ويتحقق الأمل المشهود في هذا المشروع. فان الحقيقة هاي الناس اليوم طلعت من ضيمها، اليوم صار لنا 18 سنة احنا يعني مهمشين حقيقة جزء الأربعة. هذا الشارع هذا يعتبر شارع دولي يربط الشلامشة بالبصرة، يعني وهذا حالة ستوتة ما تنمشي عليها والله. بين يوم ويوم المقصر هو مدير البلدية والقيمقام، ونطالب حصرا بإقالة القيمقام ومدير البلدية، وثانيا نطالب بإنشاء جسر لمطبات، يعني نقول احنا شوارع فرعية بالنزول، ويعني ترفع هذه السيطرة إلى مفرق الكباسي. من ناحية أخرى أيضا قضاء شط العرب يحتوي على يعني أحد حقول المهمة النفطية، واللي أغلى النفط بالعالم هو حقول نفط مجنون التي تعتبر يعني من الحقول الرئيسية، وتعاقبت عليه شركات شغل وغير شغل اللي اجت استثمرت بحقول مجنون وايضا بدون اي تعمير الى هذا القضاء.